الناس ما شاء الله نفس الشيء وانت تدور. انا ودي طال عمرك الجمهور عبد الله الجميل يجيب ان شاء الله اليوم مثل ما جبنا طال عمرك شو اسمه الحين وانت ورا ما تقر. انا طال عمرك ودي اجيب الجاج حبيبي الغالي قرب مكانك استقبل اتصال ما نستقبل. يلا يا جماعه يلا كل واحد يرفع جواله. جبر عبد الله الجميل جمهور سعود فهد يلا يا جماعه. طبعا نذكر ابو طمره واسبح يا ابو طمره نذكر المشاهدين اسلم نذكر المشاهدين انه الفائز له قسيمه شرائيه ب 3000 ريال من القفاري. يا سلام وانت الحين قاعد تدور والله العظيم مخي وقف. يعطيك العافيه القفاري اليوم ما قصر معنا ما شاء الله تبارك الله شغل عدل مجد. اتصال اتصال هاتفي من اخوي اسماعيل من فريق سعود فهد. هلا 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 باسماعيل. اسماعيل حبيبنا لو سمحت وقف المكان. اسماعيل السلام عليكم. سلام مرحب يلا حية الله يحييك. شلونك طال عمرك؟ اسماعيل كيفك؟ اسماعيل لب قلبك قصر من التلفزيون واسمعني من الهاتف. اسماعيل تدرس كم يا اسماعيل؟ وش تدرس؟ ها؟ وش تدرس يا اسماعيل وش تدرس؟ ابتدائي. ابتدائي؟ ايوه. والله ونعم فيك يا رب العالمين الله يوفقك. عطنا يلا يا ابو طمره عطنا عطنا اسبح يا ابو طمره عشان نخبي الكوره. انا بسبح الحين على بال ما انت ياخذك ابو فهد وباخذ الكوره بدسها في مكانه الله وكيلك. واسبح يا ابو طمره واسبح يا ابو طمره روح وخبي حبيبي اسماعيل خليك معنا. كيف حبيبي خليك معنا بالتلفون عشان تعطينا الجواب لاني خلص الوقت بس عشان يخبي عبد الله جميل الكوره. عطنا ثلاث تلميحات جاهزة. جاهز. يلا 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 عطني ها ها يا اسماعيل خلص الوقت ها يلا باقي. يلا يا اسماعيل يلا وين الكاميرا هنا ها اسماعيل ها عندك ثلاث تلميحات عطني التلميحة الأولى يلا ها لحظة يلا حنا معاك طال عمرك حنا معاك يا اسماعيل الله يوفقك ان شاء الله امين. واسبح يا اسماعيل يلا ها الجلسه الورديه الجلسه الورديه لا رحت مش يلا 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 اسماعيل ها هاي اسماعيل باقي التلميحه هاي اسماعيل الجلسه البيضاء وين الجلسة البيضة الجلسة البيضة لا حرام عليك يا اسماعيل حرام عليك يا اسماعيل ركز وانا اخوك ركز ها ها يا اسماعيل باقيك تلميح اسماعيل واحدة شوف يدي وين تروح شوف يدي وين تحرك قربتك قربتك يا سعود يا اسماعيل ها يدي وين تروح وين تأشر وراك يا جميل وين وراك يا جميل وراي وين بالضبط حدد عند الرفوف عند ايش عند الرفوف دي الرفوف نعم الرفوف الزرقاء ها اي اي رف الرفوف الزرقاء هذه ايوه لا طيب باقيك جابتين يا باقي اسماعيل. خلاص خلص ثلاث تلميحات باقي جابتين يلا خلص انتهى الوقت طبعا انتهى الوقت انتهى الوقت وطبعا يعني ها يا جماعه الخير انتبهوا يدينا انتبهوا لمشيتنا انتبهوا اللي ورانا احنا نقرب لكم بس انتم فتحوا عيونكم شوي وانا اعتقد عبد الله جميل ما قصر بيض الله وجهك انا لمحت الجمهور لو انا اتصل على طول علمتك قلت له شوف بالمكان هذا شوف انا ترى الفكره سلم واستلم حبيبي انا الحين لمحت الجمهور كنت تعرفني ناخذ اتصال ناخذ اتصال لمح الجمهور ولينا اهلا لينا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا من فريق دعم عبد الله الجميري الله يحييك ويبقيك الله يحييك عندك ثلاث تلميحات يا اختي واجابتين اوكي اول تلميحه وش هي؟ قريب من المطبخ؟ لا مو في المطبخ لا طيب عند طاولة الطعام؟ ايه يا سلام طيب الواحد من الكراسي؟ خطأ ثلاث تلميحات خلصت باقي اجابتين طيب. في الادراج حق طاولة الطعام يا سلام يا سلام هذا الكلام انا الشغل عند البتل طلعوها يا ساتر هات الكورة هات الكورة هذا الكلام الله هذا الجمهور المتحرك صح هذا الجمهور المتحرك ونقول نقطتين عبد الله جميري
وانا هذا نقطة بيبقى يا جماعة الجمهور تكفون حطوا جوالاتكم ما حطوا قص ارفعوها كلموا يا جماعة نبغى نخليها على النقطة نبغى نوصل لست نقاط يلا يا جماعة يلا يا جماعة تكفون نذكر المشاهدين انه الجائزة قيمة و لازم لازم يضبطون 3000 قسيمة شرائية مو بسيطة يا اخوان يعني شيء مو بسيط وش تحكي ابو فهد سامي انا عندي اقتراح وشو الاخ احمد العلمي والناس اللي تشاهدنا دام احنا مبسطين قاعد نشوف الشاشة نقول لا اله الا الله لا ولا شريك له ممكن الحمد لله كل شيء قدير تحسب انه اجر وسبحان الله الحمد لله لا ولا اله الا الله والله اكبر الله يجزاك خير ونقول اتصالات مع يا سلام مها حياك الله يا اخت مها السلام عليكم عليكم السلام اخت مها من انت تكلمينا من الطائف من الطائف يا مرحبا للطائف اخت مها التلميحة الاولى يلا عندك ثلاث تلميحات الجلسة البيضاء لا الوردية لا اخوي عبد الله ممكن تساعد معهم شوي حبيبي انت يلا انا بمشي واروح واكون انا بمشي واروح واجي عبد الله جمالي حين تمشى شوفوا حول وحواليه ها, ها. نظروا عيونه من هنا ولا من هنا من هنا ولا من هناك هاي يا جماعه من هنا ولا من هناك انا ما ادري انا قاعد اروح واجي ها عندك التلميح ايوه ها يلا عندك هنا ها عيش وين عندك هنا يعني وين بالضبط وين انا واقف يلا ها عندك هاي 30 ثانية انا واقف باقي 30 ثانية يلا ودي اساعد جمهور صدر هنا فوق الوقت يا جماعة دائما اقول لكم الوقت انتبهوا تلخبطون انت عند ايش؟ عند ايش يا جماعة؟ صح وين؟ جواب صح؟ عند ايش؟ جاب صحيحة كيف؟ تقول عند الثريا السوداء يا سلام هذا الشغل عدل مدل وين الثريا السوداء؟ اللي تحت ذي والله صادقة يعطيكم العافية جمهور صعيد فهد ساعدتكم يا ويلك ما تساعد فريقي لا تسهل صحيح ولا لا طبعا اجابتين الان اجابتين لي واجابتين لك حلو. في ناس بن كنترول اذا طلعت من هنا لازم اصفي حساباتي معهم ايه. اوكي حلو راح تطبطون بالعصا طبعا انا وياك تعادل الان 2-2 اتصال من محمد اخوي محمد السلام عليكم عليكم السلام انا من فريق جامعة عبد الله جميري حياك الله نعم وعبد الله جميري ونعم الف ويا مرحب مرحبا فيك اخوي انت تشوف الكره هذه صح ايوه طيب الحين ابدا اخبي لك بمكان واضح زين شد حيلك انا بتساعد معك ونقول اسبح يا ابو تمره واسبح ابو تمره حبيبي اوه وداه في مكان ساهر تكفى يا حمود يلا يا حمود يلا ابو زاهر يلا يا ابو زاهر طيب خلصنا الحين خبينا وناخذ اول تلميح يا حبيبي في الغرفة بالغرفة خطأ اي غرفة تقصد غرفة النوم ولا وين ها يلا ابو زاهر جلسة الضيف ها صح يا سلام يلا ابو زاهر صح باقي تلميحة واحدة وجبتين نجيب الكاميرا عند جلسة الضيف تحت المخدة اي مخدة يا سلام يا ابو زاهر هذا الكلام يا حمود صح عليك هذا الكلام يا حمود معلمهم لا والله يستاهلون انا بس معلمهم لا والله ما دام غششت له لازم تغشش لي طيب تم يعطيك العافيه حمود العافيه حمودي عشان تعرف ان الجمهور ضخم والجمهور قوي بتصل واحد يجيب الكوره بتصل واحد ثلاث نقاط مقابل نقطتين وارقوه ترى تساعدت انا وياك
وحطيتها بشكل واضح. انا ما مساعده خلاص. ليش؟ انا ببس لمح. انا انت لو مكانك احط ها عشان صار ثلاث نقاط. ايه ايه بيسوي حبيبي انا في الصدارة الحين ثلاث نقاط. ناخذ اتصال هاتفي اختنا ارياف. حياك الله ارياف. السلام عليكم. وعليكم السلام. من انت تكلمينا يا اخت ارياف؟ من الرياض. يا مرحبا رياض. يلا اخت رياض الان بقول اسبح يا ابو طمره وبغبي الكوره وخلوكم مع ابو فهد. ابو طمره ذا اللي مزعج الله يصلحه. هو الكورته اللي احنا دائما نطلعها ونكون دائما خبي مكان واضح عشان ما يعني ما تصرف معك تصرف ثاني. نكون دائما في الصداره حبيبي انت طبعا. طبعا حطه بمكان واضح. ان شاء الله ان شاء الله يكون واضح ان شاء الله. بس المخرج ما يجيب الكلام. انتم راقبوا وين اروح وما عليكم. ان شاء الله خليكم حولي. بس يلا 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 اخت رياف عندك ثلاث تلميحات. بسم الله بدينا. يلا التلميح الاولى. في المطبخ. في المطبخ. لا. في الكنب الاحمر. في الكنب الاحمر. قصدك الزهري. لا باقي تلميحه واحده. الكنب الابيض. الكنب الابيض. اي واحد في ثلاثه كنب ابيض. الوسطي ولا اللي في الزاوية ولا اللي في النص؟ عند الضيف. عند الضيف. لا خلصت صح؟ بقى واحدة. الرصاصي. الرصاصي هذا؟ لا اللي عند المطبخ. اللي عند ايش؟ المطبخ. لا 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 باقي اجابتين يا اختي. خلاص انت الترميحات باقي اجابتين اختي رياف. يلا الازرق. الازرق. لا بقت اجابه واحده بسرعه. خلاص خلاص اجابته. عند فاز الطعام. عند فاز الطعام. لا باقي شكرا. احنا في الصداره يا جمهور. عبد الله الجميري. يلا شكرا اختي. حبيبي انت لو تثبت بس كان الامور طيبه. انا ثابت والله العظيم. ابصل حجارك. احنا في الصداره. ابصل حجارك. في الصداره. ايش معناته انت؟ يعني ثلاث نقاط مقابل نقطتين. خلاص والله انت لازم اخذ اعصم منك. رب قلبك سعد. عطني اياه. عطني اياه. انا ايه؟ انا بس بطلب طلب. طيب. نص ساعه. تعال عند ابوه. اتحداك. ها. اتحداك نص ساعه. ها. توقف مكانك. واقف مكاني عند اول واحد. والله ما يقدر والله. ها. يلا جالس. ايش رايك نصير بس. عند الضيف. عند الضيف. يلا خلاص تم حبيبي. ها. طيب لو رحت ترى برجعك مع تدها. طيب عرفت. سم خليك مضبوط. يلا طبعا النتيجه الان 3-2. 3-2. ثلاثة اثنين ثلاثة. حلو عرفت. فرق نقطة. فرق نقطة. والله شوف انا والله انا احب اسهل مو بعشانك. هذا قيل خاتمة. ترى احب اني اخبي بمكان واضح مو بعشانك. انا حتى مكان واضح. ونقول اتصال هاتفي اختنا سارة. حياك الله. السلام عليكم. الو. هلا مرحب. هلا. حياك الله اختي. طبعا الان السلام. راح اخبي. خليك معنا بالتلفون افضل من التلفزيون. السلام. راح اخبي الكوره الحين ونقول اسبح يا ابو طمره. واسبح يا ابو طمره وغب الكوره. ويلا على السريع تحدي الان بين جمهور عبد الله الجميري وجمهور سعود فهد. يا جماعه يلا يلا عجل يا ابو فهد. عجل يا ابو طمره. عجل يا ابو طمره. عجل. يلا يلا يا جماعه. ثلاث نقاط مقابل نقطتين. جمهور عبد الله الجميري تقدم بثلاث نقاط مقابل نقطتين وهو الان في الصداره. خذوا ابو فهد معكم. يلا خذوا ابو طمره. طبعا خبينا الكوره الحين. خبينا الكوره الحين. اختي لك ثلاث محاولات واجابتين. اول محاوله وش هي؟ يا اختي في الجلسه الرصاصيه. الجلسة الرصاصية. خطأ. المحاولة الثانية. ها عند في الوسط هنا. خطأ. باقي محاولة. ها ها حولت حوليت. باقي محاولة بسرعة قبل ما ينتهي الوقت. الجلسة اللي ورا ابو فهد. وين الجلسة اللي ورا ابو فهد؟ خطا. باقي اجابتين. اللي وراك وش هي؟ وين؟ الوردية. هذه اجابة. باقي اجابة واحدة. يلا يلا اجابة صح ولا خطا؟ طيب لا خطا. خطا. يلا باقي اجابة. السماوية.
طبعا انت انتهت الخيارات والاجابات، والاجابه خاطئه الى الان.